حالة وقف الضمان الاجتماعي وخطوات الاعتراض على الإيقاف وموعد صرف الضمان. الضمان الاجتماعي يعد من أهم عمليات البحث في المملكة العربية السعودية بعد وقف صرف المعاشات، حيث ينتظر الكثير من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي موعد الإعلان عن صرف الضمان، ولكن البعض يفاجئ بعدم أهليته للضمان، وهنا يقوم بتقديم اعتراض على عدم أهليته واستحقاقه للضمان. وسوف نوضح حالة وقف الضمان الاجتماعي وخطوات الاعتراض على الإيقاف وموعد صرف الضمان والمقرره قبل موعد عيد الإضحى المبارك، حيث أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة الحالة التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي عن المستفيد. كما بينت الوزارة إجراءات استقبال اعتراضات مستفيد الضمان الاجتماعي في حال توقف صرف المعاش بسبب ثبوت عدم الجدية في التمكين، ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي عن أكثر من 7300 مستفيد خلال دفعة الشهر الماضي بسبب الإخلال بأحد شروط صرف المعاش والرفض المتكرر للفرص الوظيفية التي قدمها صندوق تنمية الموارد البشرية، هدف ممن دفع الكثيرين للبحث حول السبب الرئيسي للإيقاف، حيث تراوحت أعمار الأشخاص الذين قامت باستبعادهم ما بين 18 و40 عاما لإخلالهم بأحد الشروط الخاصة باستحقاق المعاش وعدم ثبوت جديتهم في التمكين ورفضهم للعديد من فرص العمل. موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي قبل العيد. المتوقع نتيجة إعلان وزارة الموارد البشرية من خلال صفحتها الرسمية حول موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للأشخاص المستفيدين، حيث يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي لشهر يوليو في واحد من كل شهر ميلادي، وباعتبار أن هذا الشهر شهر ذي الحجة فبمناسبة عيد الأضحى المبارك يتم صرف معاش الضمان الاجتماعي ليوليو في اليوم الموافق 26 من شهر يونيو، ويتم إيداع المبالغ المالية في الحسابات البنكية للأشخاص المستفيدين. الحالات التي تستوجب إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي: إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيله، إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق، إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. كيفية تقديم الاعتراض على قرار إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي: ادخل على رابط البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية، القيام بتسجيل الدخول، اختيار خدمة الاعتراضات من الخدمة الإلكترونية. على المتقدم اختيار نوع الاعتراض، التأكد من كتابة كافة بيانات الاعتراض، ضرورة إرفاق الأوراق المطلوبة، التأكد من تقديم طلب الاعتراض ومتابعة حالة الطلب عبر طلباتي. تقوم الإدارة بدراسة طلب الاعتراض وإصدار القرار الأولي قبل أن يتم مراجعة القرار وإصدار القرار النهائي، كما يحق للمستفيد الطعن على القرار أمام اللجنة المختصة.